كتلة هوائية شديدة البرودة تهوي بدرجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في جبال تبوك. التفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. تقترب كتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ من شرق البحر الأبيض المتوسط خلال الساعات القادمة، وتبدأ تأثيرها على شمال المملكة خلال ساعات يوم الاثنين بإذن الله. تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة ستكون على شكل انخفاض حاد على درجات الحرارة ونشاط كبير في سرعة الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للموجات الغبارية. نبدأ نشرتنا بصور أو بهذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم الأحد وخلال الأيام القليلة القادمة. هذه الكتلة الهوائية الباردة التي تقترب من شرق البحر الأبيض المتوسط وتصل عموم منطقة بلاد الشام اعتبارا من يوم الاثنين، ثم تدريجيا تصل شمال المملكة. تهوي درجات الحرارة بشكل كبير وتنخفض بشكل ملموس في عموم منطقة تبوك الجوف، ثم لاحقا عموم المنطقة الشمالية. درجات الحرارة ستكون ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة من منطقة تبوك خلال ساعات الليل. مثلا جبل اللوس سيسجل 5 درجات مئوية تحت الصفر خلال ليلة الاثنين على الثلاثاء. عند اقتراب هذه الكتلة الهوائية الباردة أيضا ستنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للأتربة والغبار بشكل عام في عموم شمال المملكة العربية السعودية. تحدث أكثر حول تفاصيل الرياح المتوقعة في عموم المنطقة، أو قبل ذلك توقعات جوية للعاصمة الرياض لثلاث أيام القادمة. يوم الأحد 25 درجة مئوية فقط متوقعة كحرارة عظمى، أما الصغرى 20 درجة مئوية. نفس الأجواء متوقعة يوم الاثنين مع 25 إلى 21 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا، وتنخفض يوم الثلاثاء مع اقتراب مع بدء تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة القادمة من شمال المملكة العربية السعودية. تنخفض درجات الحرارة تسجل 22 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 14 درجة مئوية فقط. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، تسود أجواء مستقرة، غيوم متفرقة، 19 درجة مئوية كحرارة دنيا، الملموسة 18، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة. التوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم غد نبدأها من المنطقة الشمالية كالعادة. تبوك 18 إلى 9 درجات مئوية، سكاكا 20 إلى 10، وعرعر 18 إلى 8 درجات مئوية مع نشاط كبير في سرعة الرياح الجنوبية الغربية التي ستعمل على إثارة الأتربة والغبار وأيضا حدوث الموجات الغبارية خلال ساعات نهار يوم الاثنين. المنطقة الغربية المدينة المنورة 28 إلى 15، جدة 30 إلى 23، مكة المكرمة 31 إلى 21، والطائف 23 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 20 إلى 12، أبها 22 إلى 11 درجة مئوية، وفرصة زخات من الأمطار في جازان 30 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 27 إلى 19، حفر الباطن 24 إلى 15، والإحساء 28 إلى 16 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 25 إلى 20، بريدة 26 إلى 16، وحائل 21 إلى 11 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نتمنى السلامة للجميع وللقاء.